السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة عبدو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القطعة أرضية للبيع. هاد القطعة أرضية مساحة ديالها 3 هكتارات و6 ديال الخدامة. الأرض ديالنا كتبعد على مدينة الخميسات بحوالي 15 كيلومتر، وعلى خميس أيتيادين بحوالي 5 كيلومتر. الأرض ديالنا كما كتشوفوا أرض مواطية ومقادة وعلى الطريق مباشرة، الحديد كيبان لكم. الأرض ديالنا كتواجد في قبيلة إخطاطن، قبيلة أيت عمر، وقبيلة إخطاطن راه الناس ديال أيتيادين والناس ديال الخميسات راهم كيعرفوها وكيعرفوا الدور ديالها كي دايرة. اليوم غنشاركو معاكم هاد الأرض هادي اللي فيها 36 خدام، والثمن ديال المتتبعين غادي نقول لكم مباشرة ثمن 4 مليون خدام، قابل للنقاش قابل للتفاوض. قبيلة إخطاطن معروفة بتربية الأغنام والأبقار والمعيز، وخير دليل هو هذا أمامكم كما كتشوفوا. هاد الأرض هادي كانت مشهورة بواحد الزراعة اللي هي زراعة القمح، وهذيك زراعة القمح واحد من نوع خاص، واحد النوع ديال الزراعة ديال القمح سميتو العوجة. كيقولوا كري الناس ديال زمان بكري قال لك النعجة والعوجة والنحل إلى جا. كيفاش؟ هذيك العوجة واحد النوع ديال الزرع كيوصل حتى لهنا، كنعقلوا عليه حنا بكري وكيعقلوا عليه الآباء ديالنا والجدود ديالنا، كيوصل حتى لهنا. من كثر ما تيه الزرع تيتعوج تيميل تيميل، لذلك سماوه العوجة. وكذلك النعجة كانت النعجة الصحراوية اللي كيربيوها الناس في هذه المنطقة هذه ديال قبيلة إخطاطن، كتولد 4 حتى 5 نعجة صحراوية. وكذلك النحل إلا جا الناس بكري كانوا كيديروا العسل في الخوابي قبل ما يجيو دوك البوادة والقراعي وداكشي، كان الناس ديال هاد المنطقة كينتجوا العسل ديالهم كيديروه في الخابية، الخابية ديال الطين القنبولات الكبار. هذا تعريف على إخطاطن وعلى الزراعة ديالها وتربية الأغنام كما كتشوفوا، تربية المعيز راه مشهورة عند قبيلة إخطاطن. وهاد البلاد هادي هي المتتبعين كيدخلها تراكتور وكتدخلها الماكينة، كلشي تيدخلها ها هو اللي تيتمشى أمامكم مباشرة على الطريق. وبلاد رملية صالحة لافوكا، الماء راه موجود في هاد المنطقة هادي وفي السكان عند السكان المجاورين، والبلاد راها على الطريق. وانتم يا المتتبعين اللي بغى هاد البلاد هادي ما عليه غير يتصل على قناة عبدو، غيلقى الرقم اسفل الشاشة وغادي نجيبوه ان شاء الله حتى لهنا. ها انتم شوفوا معايا التربة كي دايرة تبارك الله، بلاد رملية عاد حصدات دابا كان فيها الزرع من هذاك النوع اللي كنا كنقولوا لكم عليه. ان شاء الله غادي تجيو معنا ان شاء الله حتى المكان وغنوريكم هاد البلاد هادي وغنساريوها لكم كاملة. تابعوني ان شاء الله. البلاد ديالنا راه كيطول كيعرض، هاد الجيل كيتمشى من امامها. هذا العرض ديالها وهذا هو الطول مباشرة على الطريق. نتمنى خوتي خواتاتي المتتبعين قناة عبدو يعجبكم هذا الفيديو هذا، واللي بغى هذه البلاد هذه ما عليه غير يتصل على قناة عبدو ويلقى الرقم اسفل الشاشة. شي حسره تكلم على البلاد المره عرفتها هو مره هبطت لي قال لك شي عمر انه كثير در شي درت موجه ديالها شي بلد احمد يزال انا في موجه اجينا فوق نزيد السي حسن يورينا يوري المتتبعين يوريهم البلاد. مازال هابطه حتى لتحت
ما شاء الله وتبارك الله كما كتشوفوا معنا المتتبعين، الارض ديالنا راه فيها الطول وفيها العرض ومازال هابطه حتى لتحت، حتى الطريق التحتانيه هابطه من تحت. اييه العرض ديالها هاو، شوف تبارك الله العرض تبارك الله كي داير حتى لتحت، حتى لعند هذيك السدره ودايره ياك. وهذا دايره على هذا الشكل. شوف في الواد الفوق هنا كاين موجود هذا السرا عند الفوق في الكديه حافرين كبير وخارج ليهم الرمل ولوطا لوطا تراكتور ماكينه جمال جد اللي درتي فيها جمال جد مناسب بلاصه دابو كانيشان الرمل بحال ديال الخزازنه وقريبه على الطريق وثمن جد مناسب 4 مليون قابل للنقاش الخدام 4 مليون الخدام بحال اللي قلتي 120 مليون على 120 على 6 الخدامة 24 قريبة على الطريق الحديد الحديد تيدوز بينها وبين الطريق 200 متر ما كاملاش ما كاملاش كاع 200 متر كاع هاد الأرض هادي كنعرفو موليها الناس الخيين وما كانش مزاح إلا باعوا لك باعوا لك النقا الصفا راه كنعرفو والديهم وكنعرفوهم هما ما كاينش تخربيق البلاد الا باعوها ما كاينش اللي عليها النقاش. السلام عليكم الدراري ديال اليوم كلشي بغى المدينه صافي الناس ما كاينش اللي غيقابل ليهم وبغاو يبيعوا رزقهم الله يعاونهم وعسكري متقاعد ماشي شي واحد اخر تقول براني ولا الناس معروفين وهادشي اللي كاين كامل على الله الله يسخر لمولاها هالبلاد المتتبعين كما كتشوفوا فيها الطول وفيها العرض اي تبارك الله اي حاجه درتوها تجي فيها Thank you.